صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء. تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار، تسبح في غدير دمائي خضب وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج لا الحناء أطفالهم بلغوا الحلوم لقربهم شوقا إلى الهيجاء إلى الحسناء. ومغسلين يا ويلي عليه، ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة أحشاء. أصواتها بحت وهن نوادب يندبن قتلاهن بالإيماء. ذيج البدور اللي بمنازلنا يزهرون، والليل كله من العبادة ما يفترون. سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون في فرد ساعة، والسدوم حر التراب. انت لا شفت جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العريس مذبوح. بعد لو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح، ما خلت لنا يا كربلا شيخ ولا شاف. بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور، وام الرباب تعاينه ودمومه تفور، وقلوبنا فتها بونينا وعين
ما طلع منا بدر بالمعركة غار، ومصيبة اللي هيا جات حزني عليا عاينت صدر حسين تحت الأعوجي حرقا وخيمنا وركبا وزينب مطية هيا شحجي يا ابو حمزة يا شعدد منها المصايا وويلا قال يا شبل المصطفى يا ورب السيادة يا انت صار القتل لكم يا هيا البيت عاد بعد وانتو كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر المصايب يا ابن الأطيايا قال ما كست راسي لجل ذبح الصنادي اكو بعض شباب ما تبكيهم اللي دخلت زينب على يزيد ترى ما قصروا في الغادرية زلزلوا البيت لكن نكست راسي دخول زينب الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن رحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. قوة الإرادة وصلابة التحدي سمة العظمة في شخصية الإنسان المؤمن بالله عز وجل. نفس هي من تضعف ضعف البدن تغزو الأمراض حينئذ تهيمن عليه وتقل المناعة لديه. كثير من شبابنا يشكو ضعف الإرادة، مئات الإرادات في اليوم والليلة أصلا لكثرتها لا تشعر بها، تقوم تقعد تاكل تشرب حتى رمش العين شوف لو ما هي تآمر لا يمكن لهذه العين أن تفتح أو تغمض. يقول أنا أريد شو تريد؟ أوه ما شاء الله من أفعال كانت مرادة لدينا. لو سائل حين كل واحد يقول لي والله أنا شقد عندي شغلات كنت أريد أحققها سنوات صار إلى اليوم ولا شيء. نشكو من ضعف في الإرادة. أريد شو تريد؟ قال والله أريد أقوم أصلي صلاة ليل بس ما أقدر. رغم أن شباب أنا 25 سنة لياقة رياضة عضلات تعطيني كورة أطير وراها
ثلاث ساعات ما أتعب، حتى حديد رح أجيب باشي بس هذه أوه ثقيلة. القرآن يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل، هاي يبقى لها إرادة، هاي فعلا فعلا يبقى لها، مع أن هي كلا بكلا لو تحطها على بعضها بعض ما تأخذ ثلث ساعة إلا ثمان ركعات نافلة، وخلي عليها ركعتين شفع وجيب ركعة الوتر صارت واستوت. وذا شباب رياضي أيوة إيش عارف يطويها لك طيب ها؟ ويستطيع الاقتصار على الفاتحة نوافل كل الفقهاء، ويحتاج بعد حين أذكار وتسبيحات ومو زي العابدين يبقى يحيي الليل كله بالعبادة، هذا سريع سريع حط رأسه يقوم باكر على وظيفته لو رايح جامعته كلش كلش من جلوس. يلا نعم وش تبي عيار هو قاعد على فراش اختيارا فقهاء يقولون وإن كان ركعتين جلوس تعدل واحدة من قيام آخر لا ينام إلا عن وتر. هذا احنا صفصفناها حتحتناها ما خلي انت ما تريد هتدري لو حاط رأسه ونايم أحسن. ليش؟ لأن كل ليلة أباقم وما عليك منه بس حكي إلى أن تصبح هذه النفس نفس مخادعة. أحين تعال صلح كانت على الفطرة إلا أنها اختربت من كثرة أكاذيبه ومخادعاته لها. اللي بيكذب على نفسه واشتهق من وراء خيره بيصدق يا أحد إذا هو نفسه يتجنى عليها تماتري. إذا قمت على قدميك وصليت بعدين قول أردت ولا حط رأسك فكنا. ليش؟ لأن الإرادة هي الشروع في العمل، حركة ثابرة نشاط حيوية. ومن يشوف لك شباب كل خامل كاسل شكك في حالته الإيمانية، هذا لو كان مؤمن بالله عز وجل لما ورد اليأس إلى قلبه أبدا. المؤمن ما يعرف التراجع، لا يعرف اليأس، لأنه واثق تمام الثقة بأن مقاليد الأمور كلها بيد الله عز وجل. ولا تحصل الإرادة فجأة بل إن لها مقدمات أربعة. أولها التصور، من تقول أريد شو تريد؟ قال والله أريد أروح الليلة مأتم السماع، بس تقول أريد ترسم الخارطة كامل كمبيوترات داخل مصففة ترتب لك الشغلة زمان مكان حتى اللباس، هي تختار أي بدلة طريق أي شارع سأسلك أروح سيارة لو أمر على صاحبي أين سأجلس مع من سألتقي بماذا سأتحدث طريق العودة ماذا سأصنع، كل الخارطة تعطيك إياها. تما تحس تمشي عبد مأمور طبقا لتوجيهاتها. بعد ذلك تأتي المقدمة الثانية التصديق، وهذه واحدة من أهم أسباب ضعف الإرادة عندنا القلب، يعني مشكلة حسب تعبير الفقهاء النية، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ. واحد يقول والله أنا أروح السماء أحصل منفعة اجتماعية، لقاء الأحباء اجتماع مع المؤمنين، وإلا أرجوك إحنا لو ما الحسين وإيش درنا عن بعض طشرين ولاين نلي جمعنا نقعد
آخر يريد منفعة عقلية، خلا روح السماعة استفاد لي معلومة دنيا آخرى. واحد يريد منفعة نفسية، أقوم أطلع عاد من هالبيت كل ساد الباب كآبة وحسرة وسمته في إنسان يا أنس ويونس. واحد يريد منفعة أخروية شفاعة جنة، مجالس البركة التي تحفها الملائكة، لكن لابد أن يتطابق تصديق مع التصور، يعني إيمان القلب مع إيمان العقل. خير من فرق بين الإيمانين هو السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في رسالة الإرادة والطلب. إذا شايفه كراس صغير في حجمه كبير في مضامينه، يقول مشكلة إحنا نؤمن بعقولنا لكن القلب غير مصدق. ويجيب مثل لطيف، هو السيد يقول يعني الحين لو فرضنا واحد ميت، قالوا لك أكو واحد اليوم ميت وقام يمشي، ويش تقول؟ قال كذاب هذا شمعت ميت ويقوم، مستحيل. لو 100 ميت صفيناهم يقدرون يحركون مسند؟ كان الجدار بيتحرك يمكن. تحلف يقول لي ميت وش هاي؟ زين تعال، لا اريدك تحلف ولا شيء. هاي جنازه عندنا الليله متعطلين، اريد مخليه يمك في المجلس بنقفل عليه، وانت روح فوق لا تنام، شغل تلفزيونات ساهر لين تطلع شمس نجي ناخذه شيعة. ويش تعال؟ خايف من وين؟ ما بيطلع عزرائيل من بطنه ويفغصك من حلقك، هذا انت تنام تلصق في الجدار، ما تخاف لا تفزع، هذا هم حاله والجدار واحد. ما تحلف انت بعقلك؟ ولو قالوا لك ميت تحرك اصلا تهزأ تضحك من هذه القضيه، جاز حاله والجدار واحد. قال لا والله ما ينعرف لها الحيال، كان له سواها وقام تروح من جيبي. هذا يدل على ان القلب بعد لم يصدق تمام التصديق بهذه القضيه فيها وفيها. نؤمن بعقولنا أن الله عز وجل مصدر الخير، فاعل متصرف، خزائن رحمة، مقاليد أمور، لكن أقل شغلة ندم نتهضم. وإيش حالتنا؟ قصوا علينا لعبوا فينا. شو يعني قصوا علينا؟ يكون مزاجيات، هذا واجب، أمر بمعروف ونهي عن منكر، هذا فرع من فروع الدين. ولا تقل رتبة وجوبه عن وجوب الصلاة والصوم. شو يعني قصوا علينا؟ هذا منطق الذل والهوان وليس منطق الإيمان. ولذا كان يردد رضوان الله تعالى عليه هذه الشعارات كثيرا على أذهان الشباب، والتي بها حقق تلك الثورة المظفرة المباركة والنصر المؤزر. دائما كان الإمام يردد شعاراته، يقول ما علينا إن غلبنا أو غلبنا أو قتلنا أو قتلنا، طالما أننا نسير على أداء الواجب وامتثال التكليف. هي نظرية التكليف إذا سامع بها من خيرة ابتكاراته رضوان الله تعالى عليه، يقول هاي تحقيق النتائج مو بيدي ولا بيدك، ليست وظيفتنا تحقيق النتائج، إنما مسؤوليتنا أداء الواجب. أنت اللي عليك تصلي والباقي هو بيده. بعد التصديق تأتي المقدمة الثالثة ألا وهي دفع العوائق، إزالة الموانع، وهي واحدة بعد من أهم أسباب ضعف الإرادة عندنا. الحين قال أريد أروح المأتم، قام
غير ملابسه وهيئ نفسه، اجاك عند الباب يريد يطلع ولا قول بنت الحلال واقفه. يلا عاد وين رايح؟ قال بروح. ما تم السمار. وين الشغله اللي موصيتنك عليها من الصبح لحين وما جبت كذا وما سويت؟ خربت الشغل كامل. هو كان يريد الا انها حالت دون مراده. طالع يمكن واصل نص الطريق، رن التلفون، لقاه واحد من اصحابه وخذا من ايده. شوف عاد وين يهجول بي، بحر والله، بسطه انقطع الفعل. فلذا لابد من دفع اي صارف او مانع يحول دون تحقيق مراده. بعد ذلك تأتي المقدمة الرابعة الأخيرة، ألا وهي الشوق أكيد والرغبة القوية. صدى صوت انعكاس تسمعه يخاطبك من صميم أعماق نفسك. يلا قوم، أنت أردت، تصور، صدق، دفعت، امضي إلى المأتم. شوف إصدار النفس أوامرها على البدن بالسكون أو الحركة، هذا ما نعبر عنه بالإرادة. إلا أن المعضلة التي دهمت الفكر البشري ودوخت العلماء شربكت الفلاسفة هي هذه المسألة: هل أن الإنسان يمتلك إرادة تامة مستقلة مطلقة يفعل ما يريد، أم أن هناك إرادة حاكمة نافذة عليه، ألا وهي إرادة الله عز وجل؟ وش تقول؟ دراسات مطولة، أبحاث معمقة، علوم مبتكرة حديثة إذا تطلع، وهي واحد من البرمجة العصبية إن سلمنا كونه علم قائم مستقل بذاته، وإلا هناك ملاحظات عديدة يمكن تدوينها على علم كهذا، وهذه أهمها، حيث أن أرباب هذا العلم يقررون أن مستقبل الإنسان وصناعة قدره بيده، وهذا ما لا يمكن قبوله لأنه التفويض الباطل الذي لا يقول به عاقل. إحنا سلكنا النمرق الوسطى محج البيضاء لا جبر. هاي بالصياغة الفلسفية تريدها عند علماء الكلام يسمونها مخير مسيخ دوخة. إلى اليوم لازالت دراسات تكتب هنا وهناك، أقلام تكسرت عند هاي المسألة، من ضمنها قلم الشيخ محمد كاظم الخراساني رضوان الله تعالى عليه، الآخوند صاحب الكفاية، قطب من أقطاب الطائفة وعلم من أعلام الفك، بس مشكلة شيعي وعلى رأس أعمامه ما يبغى. 100 سنة حين عمدة البحث في الدراسات العليا حوزات العلمية على متن هذا الكتاب، طلاسم ملغزة ومو مالم طالع، واحد قد يصفحها بل جفاس ركبة شابت عليه اللحى وحدودبة الظهور، ما تشم ريح الفقهاء من دون قراءة متن هذا الكتاب. تعليقات وشروحات وأبحاث مطولة عندهم، كتب باللغة العربية بس يوم وصل هنا إلى البحث هذا غير العبارة جاء بها باللغة الفارسية، يقول تاين جا خود كاري ما شك أستاذ، تقول بس أوصل لهني وأكسر القلم على لا أكمل. وهذا التحدي قوم شيلها وعرضها على فلاسفة الدنيا شرقا غربا، والله لو قلبت الخلائق ظهرا عن بطن لتجد لك أحدا يجيبك عن معضلة جدلية كهذه بجواب كاف شاف واف، فإنك لن تجد غير أهل البيت وهم محمد وآل محمد. بس أهل البيت بس. أحد يقول لي قرآن، أقول لك حتى قرآن. جو ذولا جماعة فتحوا قرآن، ظهرت لهم طائفتين
من الآيات على الطرفي نقيض، والعياذ بالله. حاشا للقرآن أن يتناقض، إنما قل عقولهم متناقضة، أما فكرهم مشوش لليوم ما دارين. منا مجموعة أولى من الآيات كلها تنص صراحة على أن الإنسان مسلوب الإرادة، لا حول له ولا قوة ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. منها هذه الآية التي ابتدأنا بها، قل لن يصيبنا إلا، خلاص اللي الله كاتب لك بيصير بيصير، رضيت ما رضيت انت وكيفك. كان الله كاتب لك الغناء بتشحن البنوك، واما لو كاتب لك فقر وويلا عسى لو تشقق ثيابك، لو تطلع قمم الجبال بتعيش فقير بتموت فقير. يلا اسكت ولا تضايق، هذا مو بيدك. قدرك مكتوب على جبينك وعليك ان ترضى. كان كاتب لواحد حياه بعيش لو 120، اما لو كاتب يموت عسى لو جنين في بطن امه بيموت بيموت. كاتب صحه لو كاتب مرض، كاتب سعاده لو اصلا ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب مكتوبه من قبل ان نبراها، قبل لا نخلقها ونسويها. انت لا تدوخ حالك ولا تتعب نفسك. تبي ازيد وما رميت، يعني هاي مجموع آيات كأن لا تقول بني آدم إلا رجل آلي كنترول ما لبيد الله يحركه كيف يشاء. الجبر بعينه ضلال، هذا انحراف. وقد أثر على بعض الأذهان إذا بس حكي هوى، أما إذا عقيدة مشكلة. يعني شوف يوم اللي يبكر على عمله يجد ويجتهد في وظيفته ينجح يفلح تتفتح أبواب الخير والرزق السعادة ما تشيل الدنيا من الفرحة التي هو فيها، ويوم اللي يتأخر يتقاعس يتكاسل تصيبه العقبات، يجيك من الدم وش هالحالة يوم النحس الشؤم اللي ما في خير أبد ولا شغلة متيسر، ويقلب العناد كأن تبيها تمشي وياك عدل ما في. لا بالله متأخر وخذ الإشارات تعطي من كل صوب، والشوارع اطلع يوم الجمعة ما ليك أحد. كلمنا حس ويجيك عاد صاروخ مهتد بسرعة ما أدري إيش قد يسوي حادث يطيح يموت، قول الله لا مو الله، أنت قتلت نفسك والله ما إجا وصدمك. لما لم تبكر في عملك؟ لما لم تجتهد في أمورك؟ لما لم تعتني بصحتك؟ يا أكيد يا أكيد حجي دير بالك عادي شوي، سكر قال لا هذه بركة الحسين، يعني حيس بتقتل روحك بركة لقمة لقمتين انت ما خليت. وتاليها اذا دق عليه قال انا بعد وش اسوي، الله بلا، لا الله ما بلاك، انت بليت نفسك. وقال الله ما يجو غززك الطعام قوة غصبها، انت بتمام مشيئتك بكامل اختيارك بمطلق إرادتك مددت يدك إلى الطعام ووضعته في فمك وهضمته بأسنانك وأنزلته إلى جوفك. كل شيء الله الله ما يصير، نخربط نعافس ونرميها على الله، احنا بعدنا السبب له، احنا هم نجنيه
على أنفسنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يد الله لأيديهم. هم يتسببون، هم يتجنون، هم يعتدون، أما الله عز وجل حاشا. أحيان تقول لي قضى، قضى وقدر على العين وعلى الرأس، ما عندنا مشكلة، إلا أن القضاء الإلهي على نحوين، حتمي وغير حتمي. قل هو كل قضاء واحد، بعد ليش تتفلسف وتقسم ونقول صحيح كلامك أنا وياك، إلا أن القسمة بلحاظ المقضي عليه، فتارة يكون مقضيا حتميا وهو ما تمت شرائطه، وأهم شرائطه إرادتك أنت أيها الإنسان. شو شون الله يكرمها الإنسان هذا ويجعل إرادة دخيلة في صناعة قدره وبناء مستقبله. وأكو قضاء غير حتمي وهو ما لم تتم شرائطه، وأهمها إرادتك أنت. شوف قضى الله عز وجل أن يتكون جنين في رحم هذه المرأة متى ما لقحت البويضة، لكن قول إن 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 خلي هاي إن الشرقية تحل بها كل المهاترة، إن أرادت هي ذلك، وإذا ما أرادت وطيحة إرادة من هي الحاكمة، مشيئة من هي النافذة، حينئذ ما تشاء صحيح إلا أن يشاء الله، لأنه عطانا وزودنا ومكننا وحكمنا وخلى فوق راسنا كنترول يضبط لنا المسار. عاد كل من وكيفه، تريد طريق الخير واسع، تريد غير طريق أماكم. فإذا تطابقت إرادة العبد مع إرادة الله عز وجل قيل لهذه الإرادة إرادة إلهية، ولهذا الرجل شخص ملكوتي، أي أنه لا يريد إلا ما أراد الله، وتصير حركة حركة إلهية مظفرة مباركة لا يسعى فيها إلا لرضا الله عز وجل. لا حطام ولا دنيا ولا فلوس ولا مناصب ولا مراكز، هي كلها غثاء كلها زبد ما إلها قيمة، وإنما كل هم وشغل الشاغل مرضات الله عز وجل في كل حركاته وسكناته. يصير بعدين مصداق لقوله السلام على محال إرادة الله. شوف هالكلام هذا، يعني الإرادة الإلهية تحل فيهم، فإذا أرادوا شيئا فاعلم جزما أنه مراد لديه سبحانه، وإلا لما أرادوه. السلام على مواضع مشيئة الله، يصير بعدين رضا الله، رضانا رضانا، كون هم يرضون عنك حتى بعدين الله، لأن الرضا الإلهي منوط متعلق برضاهم صلوات الله عليه. حتى السيد يوم كتب قصيدة جابها المعنى هذا، راد يختم ما عرف وش يقول، سقط الحسين يقول لا هاي ثقيلة هاي ما تنقال هالكلمة، غير وش قال، فهوى العرش. هذه إرادة الإلهية، هذا يجسد إرادة الله عز وجل في الأرض. هوى العرش بالثرى وادلهمت برماد المصاب، منها النواحي حر قلبي لزينب، مذ رأته ترب الجسم مثخنا. هذه تموت لو ما تموت، قل لي قدام عيونها، بعد لا تقول ما شافت، واقفة على التل مرتفع، يعني تشهد المشهد واضح أمام عينيها، تنظر إليه يفحص التراب بيده، يتقلب أمام عينيها وهو يرفس الأرض برجليه، ويا إن أنين رقت له قلوب الأعالي، انهارت جثت زينب على ركبتيها، لطمت صدرها بكلتا يديها، صرخت ونادت حسين، لا
لكن ما إن صرخت زينب بهذه الصرخة وإذا بكعب الرمح بين كتفيها هويلي وقائل يقول زينب ذهب المانعون عنك فقومي يلا قومي قومي وألفي بعد عزك الإذلال أنت مسبية على كل حال فالبسي بعد عزك الأغلال وشالوها عاد على ظهر ناقة عجفاء من بلد إلى بلد مصايب أهوال رأتها زينب في هالسفر المشوم 40 يوم رأس الحسين مصلوب قدامه لكن أعظم المصائب على قلب زينب يا بدخلة الشام 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 يا الشام هذا 3 ساعات يقول زين العابدين وقفونا ونحن نراوح الأرجل نظرت إلى وجوه عماتي وإذا بها قد تقشرت من حرارة الشام غلقوا الأسواق والمحلات علقوا الزين على سطوح المنازل خرجوا يضربون الطبول والدفوف مستبشرين معيدين فرحين بينا نحن كذلك وإذا بأهل الشام قد جاءوا بالحبال وش بتسوون قالوا ما تدخلون على يزيد إلا وأنتم مربطين بحبل واحد يا غيرة الله بنات رسول الله يا أهل الشام لئن دنا أحد منكم إلى عماتي لأعيدن فيكم وقعة الطف من جديد جيبوا الحبل جيبوا خذ لحبان بيده ودار على عماته جمعهم سواهم مثل الحلقة شايف هاي دخلة الشام إذا تقدر عليها وظل يدور عليهم واحدة واحدة يضع الحبلة في عنقه وصل إلى زوجته أم الإمام الباقر شايل الإمام 4 سنوات على صدرها تحيار أن يضع الحبلة هنا صاح الصيحة اللي تسمع عنها ويصيح وهذا الله يقول قتل الشباب يهون لكن بعد الشكل في عماتي دار عليهم كلهم باقي واحدة عاد باقي واحدة لا ننساها الحين بتنكس راسك لأن هو ما تحمل خطأ خطوات بين يديها ونزل الحبل من إيده نادى بصوت ضعيف والعبرات متحشرجة في صدره قال عم زينب بلا نور عيني علي ضع الحبل على عنقي قال لا يا عم تلقى الصيدي ولا حط حبال على رقبتي ليش يا خدرت علي ليش يا بنت السلاطين آخر زمن انتي سحبونك بحبال من رقبتي هاتخذ الحبل بيدك يا عمي صفقت زينب بكف على كف صرخت ونادت أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي عندها عتاب زينب تعتب على من على الحسين وهو على ذروة الرمح غمض جفني دار وجه زينب لا تعاتبي نادى يا آيات أبو علي أنا طول الجان ما ينشاف شافه يا ويلي وصوت الجان ما ينسمع سمع
خدر الجان ما ينداس داسه رخصتكم ترى سبوني وعلي الفحل سبوه واقبل سهل والناس تتراكض بالدروب يقولون راس الخارجي في وين منصوب شاف الاسواق معطله والكون مقلوب والكل ينادي جو سبايا الخارجي عاين يسير فوق هز الفي بجو نوح ومن الضرب والسير ما ظلت لها روح اسمع تبكي وتنادي عقب عزي وين انا بيني وبين حجاب صوني فرق البيت سلم عليها وقال يلي على المطية والله حنين تزيد أحزاني علي لا والله يخسون أهل هالبلد ما انت خارجية جنك يا مسبية من الشيوخ المسلمي قالت أنا جد النبي صفوة الجبار وابوي حيدر قاسم الجنة مع النايار مكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسين ما بين ما هي واقفة وتصعد أنفاس لأن الرجس جاه بكل جانب نصب راسها وقبالها راس الحسين راس أعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارحله خذ لنا بحقنا ممن ظلمنا إلهي فك قيد أحبتنا أرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين سعيد الشهيد الفقيد الغاني من اجتمعنا اللهم لأجله وسببه اللهم ارحمه برحمتك أسكنه الفسيح من جنتك لقيه منك رحمة ورضوانا إلهي اشفي صدره بالحسين نور قبره بنور الحسين ثبت له عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين وارزقه اللهم شفاعة الحسين يوم الورود واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين اجعلنا اللهم وإياه من أهل دار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إلى روحه وأرواح جميع شهدائنا الأبرار لا تنسوهم هذه الليلة بالمغفرة والرحمة نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.